شاء الله بكافيكم بالافراح بكره. اي عرس عندكم بالحاره راح غني لكم الاغنيه العظيمه، الاغنيه اللي ما حدا سمعها وراحت عليه. السبت فات والحد بفات ومع حبيبي يوم الثلاث. شو؟ لك شو هالنشاط كله؟ من ايمت عم تشتغلوا؟ شايفة يا مرح قديش أنا بحب فعل الخير؟ فقت من الصبح بكير، دقيت الباب على عمك أبو الورد، تيقته وأخذته على السوق، جبنا العمار والأغراض وجينا. طيب أنا مو مصدقتك. حاسة إنه في شيء ورا الموضوع ما بعرف. يا علينا لك مرح، دائما بدك تظني فيني ظن السوء. يا سيدي إن شاء الله أطلع غلطانة. اسمعي مرح، شو؟ سألتك أمي أصحاكي تقولي لها إنه أنا ورا هي القصة، إذا سألتك بتقولي لها إنه هي فكرة أبو الورد وسامر ساعده وبس. بس بتعرف شو؟ شو؟ أمك ما رح تعارض الموضوع، بالعكس رح تكون كثير مبسوطة، اسألني أنا بعرف كل شيء والله. إن شاء الله. بس أنا ما بتوقع هيك بنوب. هالمرة فعلا كنت رجالك سامر، برافو عليك. رح طالع لك إياها. يلا همي همي شباب. شفت يا عمي أبو الورد؟ قلت لك الشغل كله بيخلص بيوم واحد. هالشغلة ما رح أسألك إياها، حبيتها كثير يا سامي. لا يا عمي أبو الورد، نحن ساكنين ببيت واحد، يعني عيلة، يعني لازم نحب بعض ونخاف على بعض ونفكر ببعض، وإلا هيك ما بنكون عيلة. عن جد، نحن عيلة. عيلة عيلة حلوة كثير. إيه الله لا يحرمني عمي أبو الورد. عمي، بما إنه الشباب قربوا يخلصوا، شو رأيك تفوت توقف على إيدهم جوا؟ لأنه أنا مضطر فوت على غرفتي، عندي كم قصة ضرورية بدي أحلهم. طلع يمك رح وقف على ايدهم وغني لهم السبت فان. ايه دخيله انا والحد فان. يلا لا يحرمني ومع ابو السمر يوم الثلاث. يلا قوم قوم يسر عمي يسر. قوم 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 قوم. تفضل تفضل يلا همي همي. انا بفرجيك يا ابو الورد، انا سامر. وينه هاد؟ وين حطيناه؟ وينه يا ترى وينه؟ ها ها هاد هو. انا بفرجيك يا ابو الورد. الو مرحبا، البلديه؟ شلونك استاذ؟ انا فاعل خير. استاذ شو بدي اقول لك؟ لك هون في واحد قاعد عم بيعمر على كيفه، ولا كانه في بلديه وفي دوله، قاعد عم بيجيب بلوك وعمال ومدري شو، خرب الدنيا. العنوان؟ اسجل عندك لقلك.